بعض الناس وهم قلة يتكلمون المسجد الجامع وأغلقوا المساجد وسكروا الأبواب، وهذا آراء سياسية وهذا آراء. طب أين صوت العلماء والمفكرين والفقهاء من هذه المسألة؟ لما رجعنا إلى هذه المسألة وجدنا أنها لها منطلقات فقهية وشرعية ودينية تقول لنا لا صلاة إلا في المسجد الجامع إلا لحاجة أو ضرورة. يعني الصلاة في غير المسجد الجامع خلاف الأولى. لا بل إن بعض الفقهاء نصوا على أنه إذا صلى في غير المسجد الجامع ما فيش صلاة جمعة. حسب ما ورد من دائرة الإفتاء الصلاة في المسجد الجامع هي الأولى والأحوط، ولا يصار إلى غيره إلا لضرورة أو حاجة. طيب هذا الكلام فقهي، طيب وين إحنا عنه؟ كيف إحنا صارنا كل هالسنوات الطويلة الماضية ساكتين على صلاة جمعة تقام في مساجد، هذا بصلي فيه 10 وهذا بصلي فيه 15 وهذا بصلي فيه 20 وهذا تكتملش عنده الصلاة وهذا لا تكتمل الصلاة، كيف؟ إذن نحن اليوم بحاجة أن نرجع إلى هذه الثروة الفقهية. وأكرر مرة أخرى بأن هذه الثروة الفقهية الهائلة التي بين يدينا يجب أن نستفيد منها، ولكن في المقابل أقول بأن النص المقدس من القرآن والسنة كان أرحم من الفقه والتاريخ، لأنه الفقه والتاريخ في مرحلة من المراحل تأثر بمشروع سياسي سلطوي إمبراطوري أقيم بعض الآراء الفقهية في ظل حروب فرنجة، فلذلك الآراء الفقهية مرات تأثرت بالواقع السياسي. لما أغلق باب الاجتهاد صرنا نرجع إلى هذه الآراء التي كتبت في تلك الظروف فاعتبرناها هي الشريعة، بينما هي مش الشريعة. تعرفوا أنه لدينا ضعف واضح في الخطاب الإسلامي بشكل لم يسبق له مثيل. هذا الكلام إحنا ما بدنا نروح نسكر على حالنا، أين يعني ما بدنا نروح نسكر على حالنا الأبواب ونقول لا يا عمي زي العامل بغض راسه روان. لا، إحنا وأنا كوزير أوقاف أقول لكم لدينا ضعف واضح في الخطاب الإسلامي بشكل كبير جدا. الإسلام يستحق منا ما هو أكثر من ذلك بكثير. كما نعلم أصبح هناك انتشار عشوائي لعملية بناء المساجد. نتكلم عن 6200 مسجد. عمان واحدة فيها 1720 مسجد. مغطى منهم 800 وإشي. نتكلم عن أرقام هائلة تكلمنا عنها. كل واحد بده يبني مسجد يقول لك أنا أتقرب إلى الله عز وجل ببناء هذا المسجد. وأغفلنا قطاعات الوقف على التعليم والوقف على الصحة والوقف على الفقراء والمحتاجين وإنشاء وقفيات لمساعدة المقبلين على الزواج وأشياء كثيرة حتى يمكن نعمل الوقف السياحي. جماعة العقل الإسلامي أو العقل المسلم والفكري والفقهي ممتع جدا، يعني هذا دين حياة. ولذلك نحن أمام خطر كبير، مسؤولية تدارك هذا الخطر أنا ما بقول على الإنسان العامي، مسؤوليته علينا إحنا. نحن المسؤولون عن أن نقدم وجبة صحيحة غنية غذائية أمام المواطن، زي ما إنه بروح بتناول وجبة طعام مسؤولية وزارة الصحة، فوجبة الغذاء الفكري أيضا مسؤولية وزارة الأوقاف في المساجد. ونحن على الرغم من بعض الأصوات التي ظهرت هنا وهناك إلا أنها لم تثنينا ولن تثنينا عن استمراريتنا في المسجد الجامع. المسجد الجامع فكرة وجدت إن شاء الله لتبقى وتستمر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مستمرون فيها تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة للمواطن وحماية له. فإن شاء الله نحن سنقوم أيضا بالاستمرار في أداء في تدريب الأئمة وتأهيلهم، سواء كان في معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الأئمة والدعاء أو من خلال جامعة العلوم الإسلامية العالمية أيضا، أو التدريب الميداني الذي سيكون في مختلف المحافظات.